لا مكان لكم فيها بعد. أكثر من 80 داراً في مجمع السكك بمنطقة الصالحية وصل لهم نبأ أسود بإخلاء منازلهم قبل هدمها بعد الاستحواذ على أرض المجمع من قبل مستثمر. موظفو السكك يجبرون على الإخلاء رغم امتلاكهم الموافقات الرسمية على استملاك الدور ومواصلتهم دفع بدلات الإيجار وفواتير الكهرباء وغيرها بشكل منتظم. احنا 100 بيت هنا من الثمانينات احنا ساكنين هنا ولحد هذا اليوم، وقاعدين رسمي بعقود وايجارات ياخذون من عندنا، وندفع كهرباء وندفع مي. ايش بلغونا؟ بلغونا هسه بالوقت الحاضر انه مستثمر ماخذها ويفرغ الكرفانات. ثلاث كتب هاي موجوده عندي، موافقه مجلس الوزراء، عندي كتاب موجود في عقارات الدوله، مو عندي كتاب موافقه وزير الماليه، عندي كتابين موافقه مال عقارات الدوله، واحد ب 2017 وواحد ب 11/5/2020، عندي موافقه وزير النقل. 40 عاما تقريبا مضى على هذه العوائل في العيش بهذا المجمع. قيل عنهم عشوائيات كي يطردوا، مع أنهم يمتلكون الأوراق الثبوتية التي تثبت نقيض ما قيل عنهم، وهذا ما جعلهم يتجمعون يناشدون علهم يجدون من يستجيب. شنو ذنبنا؟ وين نروح؟ هسه يجينا واحد خلال شهر يطلعنا؟ شنو ذنبنا احنا؟ شنو ذنب هاي العوائل؟ وين نروح؟ ولد الولد، أطفالنا، عوائلنا، أنا بيعدي أنا 5 نفرات ومرة بيها سرطان، وين أروح؟ على بختك يا سيد السوداني، خلصنا من هذا المستثمر الناشدك. إحنا رح نشرد يعني خطية ذولة، كلهم فقارة ما عدهم. ولحين الحصول على من يستجيب هذا إن حصل، فالعوائل تقول بأنها لن تغادر المجمع الذي سيصبح عمارات كما وصل لهم من أخبار، أمر سيجعلهم يخرجون بتظاهرات تلو التظاهرات وفق حديثهم إلى أن يتم إنصافهم. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.